نعم، بما أننا نتحدث عن أسعار الطاقة رندا وأيضا على المستويات التي يصلها أسعار خام برنت، بداية ننتقل الآن إلى عمان ومعنا سركيس نزار محلل أسواق عالمية في مجموعة إيكويتي جروب، أهلا بك. بداية، بما أننا نتحدث عن تحركات أسعار النفط في هذه الأثناء ولربما قوة الدولار ما زالت تضغط على أسعار النفط رغم المخاوف أيضا والتوترات الجيوسياسية، برأيك هل ستصمد أسعار النفط وتصعد لمستويات $100 كما توقعت بعض مراكز الأبحاث؟ نهاركم سعيد. بداية، أتوقع أن نشهد فترة متذبذبة جدا وعنيفة لتحركات أسعار النفط، فمن ناحية نحن أمام تباطؤ اقتصادي عالمي، بل أيضا مع توقعات ركود اقتصادي. ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم الصين، عاود فيها انتشار فيروس كوفيد 19 بالارتفاع، ونحن نعلم بأن حكومة الصين تتبنى سياسة الصفر إصابات. من ناحية أخرى يجب أن أشير للضرورة إلى أن هنالك أيضا مخاوف حيال الإمدادات، وهذا ما يجعلني أعتقد بأن تذبذبا كبيرا في أسعار النفط تحديدا قد يحصل خلال الأسابيع القليلة القادمة، لكن في النهاية أعتقد بأن هذه التذبذبات قد تكون ميالة قليلا نحو الانخفاض، وذلك مع تنامي المخاوف تجاه احتمالية ركود اقتصادي عالمي، بل أتوقع فعليا أن نشهد الركود في اقتصاديات عظمى في العالم، لا أستثني الولايات المتحدة الأمريكية ولا أستثني العديد من دول منطقة اليورو ولا بريطانيا، وهنا أتحدث عن ركود قد يصاحبه أيضا انخفاض في الطلب العالمي على النفط، مما يجعلني أعتقد بأننا على المدى القصير وربما على المتوسط قد نشهد بعض الانخفاض، لكن على المدى الأبعد معضلة الإمدادات قد تبقى قائمة، والتوترات الجيوسياسية قد تعاود دفع أسعار النفط للارتفاع. بالتالي أعتقد بأننا مع بداية العام المقبل قد نشهد ارتفاعات ملموسة في أسعار النفط، خصوصا إذا رافق ذلك تزايد في التوترات الجيوسياسية، زيادة أيضا نقص الإمدادات. لكن مع شهر ديسمبر سيكون بدء تنفيذ لقرارات العقوبات على النفط الروسي، لربما هذه ستزيد من الضغوط أيضا. صحيح، الآن بالنسبة لتنفيذ العقوبات على النفط الروسي، هذه واحدة من الأسباب التي جعلتني أعتقد بأننا على المدى القصير ومتوسط الأمد قد نشهد هذه التذبذبات الكبيرة، لكن كلما اقتربنا أكثر من دخول عام 2023 هنا أعتقد بأننا سنشهد عودة لارتفاع أسعار الطاقة بسبب مشاكل متوجهة للإمدادات، لذلك على المدى القصير والمتوسط قد نشهد تذبذب عنيف كما أشرت، لكن مع القليل من الميل للانخفاض، خصوصا ونحن نرى بأن البيت الأبيض يعني يحاول جاهدا أن تبقى أسعار النفط منخفضة، وقد نعاود رؤية الولايات المتحدة وغيرها من الدول تستخدم الاحتياطيات الاستراتيجية أكثر فأكثر للحفاظ على أسعار النفط منخفضة، لكن على المدى الأبعد أعتقد بأن أسعار النفط مرشحة للعودة إلى الارتفاع لكن بشكل محدود. طيب، يعني ربما توجهات شهدناها للحفاظ على استقرار أسواق النفط، يعني سواء توجهات أوبيك بلاس، كذلك من جهة أخرى وعلى صعيد الآخر يعني لكبح جماح التضخم، التشديد النقدي الذي شهدناه من قبل الفيدرالي الآن، أبرز ما ترقبه الأسواق هي بيانات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية لهذا الأسبوع، توقعات تشير إلى تراجع التضخم، برأيك إلى أي مدى فعليا سوف نشهد تراجع في هذه النسب التي مقارنة مع النسب التي سجلناها الشهر الماضي، وهل فعليا يمكننا القول بأن السياسة النقدية التي يتبعها الفيدرالي سوف يعني تؤتي ثمارها بالنسبة لهذا التوجه؟ للأسف أستطيع أن أقول هنا بأن السياسات الفيدرالية الأمريكية حتى هذه اللحظة لم تؤتي ثمارها، فنحن شهدنا انخفاض في أسعار الطاقة هو الذي تسبب في انخفاض معدلات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية. أتوقع بالفعل أن نشهد انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين من 8.3% ربما إلى مستويات 8 أو 8.1% مع انتظارنا لبيانات يوم الخميس المقبل، أيضا يوم غد الأربعاء نحن
في انتظار أيضا بيانات مؤشر أسعار المنتجين والتي من المتوقع أن تظهر انخفاض الأسعار عند أبواب المصانع. لكن أود أن أشير إلى أن هنالك توقعات بأن نشهد ارتفاع في معدل التضخم بالقيمة الأساسية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، فمؤشر أسعار المستهلكين في قيمته الأساسية ربما سنشهد ارتفاعه إلى 6.5%. ماذا يعني ذلك؟ يعني بأن الفيدرالي الأمريكي إذا تحققت هذه التوقعات لم يستطع حتى هذه اللحظة كبح جماح التضخم، وبالتالي أتوقع استمراره بسياسة تشددية قوية خلال الأشهر المقبلة للحد من ارتفاعات التضخم. فالتضخم أصبح معضلة عالمية، وهي أيضا معضلة في الولايات المتحدة الأمريكية. فرغم اعتقادي بانخفاض التضخم بحسب مؤشر أسعار المستهلكين، مؤشر أسعار المنتجين في القيمة العامة، لكني أتوقع أيضا أن نشهد ارتفاعا في مؤشر أسعار المستهلكين في القيمة الأساسية، وربما سنشهد أيضا استقرار في معدلات التضخم عند أبواب المصانع. كل هذا يدلني بأن الفيدرالي الأمريكي أخطأ فعليا وتأخر عندما بدأ برفع الفائدة. كان على الفيدرالي الأمريكي أن يرفع الفائدة في وقت مبكر أكثر مما فعل، لأن معدلات التضخم بحسب مؤشر أسعار المستهلكين بدأت بالارتفاع منذ أكثر من 12 شهرا، وكان منذ حينها يجب على الفيدرالي أن يبدأ بتغيير سياساته. لكن احتفاظه بهذه السياسات جعله متشدد جدا، لكن هذا لن يكفي على المدى القصير لخفض معدلات التضخم، لكن سيكون له آثار سلبية جدا على النمو الاقتصادي، والتي بدأنا نراها بالفعل. حتى أن هنالك بعض التصريحات من نائبة محافظ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أشارت إلى مخاطر كبيرة على الاقتصاد، على أيضا قطاع المنازل. كل ذلك يعطيني نظرة قد تشير إلى أن الفيدرالي حتى هذه اللحظة لن يستطيع السيطرة على التضخم، وطالما أسعار النفط لم تنخفض فقد يبقى التضخم مرتفع. نعم، سركيس نزار محلل أسواق عالمية في مجموعة إكويتي جروب، شكرا على كل هذه المعلومات.